يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه. لا بد أن يكون وأنت تدعو وأنت تسأل وأنت تلح أن يكون قلبك فيه يقين بالله عز وجل أن يقبل منك الدعوات. واحذر من الصوارف الشواغل الملهيات، احذر منها، وحاول أن يكون قلبك حاضرا موقنا مجتمعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى حتى تكون الدعوات مستجابات. أحيانا ترى بعض الداعين يمد يديه في الدعاء، يمد يديه في الدعاء وواضح أنه مشغول، ينظر هنا وينظر هناك، واضح أنه مشغول، واضح أن في قلبه غفلة، وهذا يعرض لعدد ليس بقليل من الناس. ولهذا هذا المعنى انتبه له وأنت تدعو الله. أروي لكم هنا قصة طريفة ولطيفة ومفيدة جدا. مر عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى، مر برجل بيده حصى يلعب به، بيده حصى يلعب به، وهو يلعب بالحصى يقول: اللهم إني أسألك من الحور العين، أو يقول: اللهم زوجني من الحور العين، ويلعب بالحصى بيده. فماذا قال له عمر رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه؟ قال له: بئس الخاطب أنت. قال له: بئس الخاطب أنت، الخاطب أي للحور العين، بئس الخاطب أنت، ألا ألقيت الحصى وأخلصت الدعاء. كلام جميل جدا. ألا ألقيت الحصى وأخلصت الدعاء، هذه كلمة حقيقة جميلة، رواها ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وإحضار النية، أو كتاب النية والإخلاص.